رحلتنا سعيده. مشاهدينا الحلوين الطعمين، اهلا وسهلا بيكم في رحله جديده من رحلتنا السعيده. يلا بينا نبتدي رحلتنا عشان اسرنا وسطوا بسلام وامان، ونبتدي على طول نتعرف عليهم ونخش في الموضوع علشان سخنين وعايزين نلعب ونعمل حاجات كتيره من اللي احنا بنعملها في الرحلات بتاعتنا. نبتدي على طول بالاستاذ يوسف. ازاي؟ الحمد لله. علي صوتك بقى، قولي عندك كام سنه وفي سنه كام؟ 8 وفي سنه ثالثه ابتدائي. ماشي، وانت اخوك اسمه ايه؟ لا ما عنديش اخ، اخت اسمها مريم. اختك اسمها مريم، طب انت جايب معاك صاحبك؟ ايه؟ ده صاحبك؟ لا دي بقى ابن عمي. ابن عمك؟ ماشي. ابن عمك اسمه ايه؟ ادهم. ادهم، ازيكي ادهم؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. انت ابن عمه بتلعب معاه دايما وكده؟ مولودين فوق روس بعض؟ صح؟ ايوه. مش عارف ايه، انا بقول لك ايوه. هو اكبر منك؟ هو اكبر مني. يبقى مولودين فوق روس بعض، اسمها كده، بنقول كده عليها يعني. طب ماشي. ماما مامت يوسف. ايوه. اوكي يوسف، بتعرف لسه فاهم؟ مامة يوسف اسمها؟ حبيبة. حبيبة بتشتغلي؟ لا ربة منزل. اوكي، وبابا يوسف؟ احمد. احمد بتشتغل؟ مراقب جودة. مراقب جودة، اوكي ماشي. طيب نيجي بقى للأسرة التانية، احنا عندنا فريق ولاد وفريق بنات، انتوا أصلكم منين؟ بنها. بنها، أجدع ناس. ماشي، فريق البنات بقى الأستاذة إلاريا. إلاريا عاملة إيه؟ تمام. أنت عندك أخوات؟ عندي أخ صغير اسمه مارتن. اسمه مارتن؟ أوكي. فأنت جايبة صاحبتك برضو ولا قريبتك؟ لا صاحبتي. صاحبتك اسمها إيه؟ صاحبتي اسمها رغد. أنت عندك كام سنة؟ أنا عندي 10. 10، ورغد عندها قد إيه؟ 10 برضو. 10 برضو؟ انت منين؟ اليمن. من اليمن. اهلا وسهلا بيك يا رغد، وان شاء الله يعني نتمنى لك رحله سعيده عندنا هنا باذن الله. مامت إلاريا اسمها ايه؟ ماريانا. ازيك يا ماريانا، بتشتغلي؟ ايه؟ ماث تيتشر. ماث تيتشر، نايس. الديسيبلين اخبار عندكم ايه؟ جميل جميل. هنشوف مع إلاريا. وبابا إلاريا اسمه؟ عماد، مهندس جرافيك. عماد مهندس ايه؟ جرافيك. جرافيك، مفيش اسهل من كده. عماد مهندس جرافيك. طيب انا عايزه حكي. يلا بقى نبتدي على طول التعارف، احب اتعرف عليكم اكتر. احمد قول لي يوسف مين صاحبه الانتيم في المدرسه؟ ايوه الحقيقه لسه ما قعدتش معاه واتكلمت معاه. هتقعد معاه امتى؟ تبقى عندك كام سنه يوسف؟ انا عندي 8 سنين. 8 سنين الولد، هتقعد معاه امتى عشان تعرف امتى هتعمل ده؟ ماشي اوكي، مش هنتك على الموضوع ونعرف اسمه ايه يا حبيبي؟ بابايا. صاحبك؟ صاحبي؟ عندي صحاب كتير، واحد اسمه مروان، وبابا واحد برضك اسمه مروان، وواحد اسمه يوسف برضك. طلعوا ثلاثة. اوكي. عندي صحاب كتير يعني أوي. اصحاب كتير قوي يعني. مش عارف اعدهم. مش عارف يعدهم، ما شاء الله، ما شاء الله الولد اجتماعي. ماشي بابا قولي إلاريا صاحبتها الانتيم في المدرسة اسمها ايه؟ اعتقد مريم. مريم؟ اوكي. بابا مدرسة العربي بتاعت يوسف اسمها ايه؟ انا عندي بصي هو ايه اللي ماما 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 مفيش اي مشاركه خالص يا جماعه. ده اسمها بصي مس حنان ومس حنان مطلع. انت بتعترف على نفسك لوحدك، انا كنت عايزه اعرف بابا عارف ولا لا. هو مش عارف، هو مش عارف. هو مش عارف المدرسين المسهد بتاعتي. مش عارف. يوسف اسالك انت على بابا، بابا بيشجع فريق ايه؟ فريق ايه؟ الاهلي، بيحب الاهلي موت موت. اوكي، طب وبيشجع مين من بره؟ انا ما اعرفش والله. مش عارف هو ما قاليش. ما قالكش برضه. انتوا هتقولوا لبعض امتى الحاجات دي؟ لما نروح. لما تروحوا. طب قول له يا بابا النهارده بيشجع ايه من بره؟ اكيد ليفربول عشان محمد صلاح بقى. اكيد ليفربول عشان محمد صلاح، حتى لوجيك بيقول كده. ماما قولي لي يا ماما إلاريا ايه اكتر حاجه بتضايقها من صحابها؟ ان ما حدش يقعد يدلعها، بتحب تتدلع على طول. يا لولو. بالظبط كده. ايوه يا لولو. ماشي اوكي. طيب قول لي بقى، انا هسالك بقى على ابن عمك يوسف. ادهم. ابن عمك بقى وبتلعبوا مع بعض ومولودين في اوروبا. بيحب يلعب معايا كره قدم جدا. ها كتير قوي. طب غير كره القدم اللي هو بيحب يلعبها، بيحب يلعب ايه تاني؟ اكتر حاجه، تاني حاجه بعد كره القدم ما تقولش. ها بولينج مثلا. بولينج مثلا؟ بولينج فعلا؟ ده حقيقي الكلام ده؟ هو ما بيلعبش معايا البولينج خالص. ايوه بس انت بتحب. ماشي اوكي. طيب رغد بما انك صاحبه إلاريا قولي لي ايه اللون؟ بالاي. بالاي. إلاريا. إلاريا سوري، بما انك صاحبه إلاريا قولي لي ايه اكتر لون بتحبه إلاريا؟ بتحب اللونين. ايوه الاسود والبربل. لا ده عارفاكي كويس. لا دول صحاب قوي يعني. طيب يلا نبتدي بقى على طول المرحله بتاعت الاسئله. عندنا ثلاث مراحل، انا مين ودي الاسرتين كلهم بيشاركوا فيها، والمرحلتين التانيين بيبقى صح وغلط او اختيارات الاطفال الصغيرين بس هما اللي بيجاوبوا، ولو ما عرفتوش تجاوبوا عندكم بابا وماما او هنغني. اوكي جاهزين؟
جاهزين. ايوه عايزه صحصحه كده زي الاريا. جاهزين؟ جاهزين. يس. السؤال الاول للاسره دي: انا من قاده النهضه العلميه في مصر، قمت بافتتاح مدرسه الالسن. هاي خدناها. مين؟ بابا وماما؟ خمسه؟ اربعه؟ ثلاثه؟ معقوله؟ مش فاكر. اتنين؟ واحد؟ رفاعه الطهطاوي. لا نركز بقى. انا ابو التعليم ومؤسس المنظومه التعليميه الرسميه الاولى في مصر. اسامه مين؟ مين؟ لا مش اسامه مين. مين؟ خمسه؟ اربعه؟ مش اسامه مين؟ لا لا. ثلاثه؟ المراه. هعلم المراه يعني. اتنين؟ واحد؟ علي باشا مبارك. يا رب. طب يمكن الجغرافيا، يمكن الجغرافيا. انا عاصمه دوله ليبيا. ها؟ طرابلس. طيب ماشي جاوب. ايوه كله يجاوب اي حد. انا عاصمه رومانيا. روما. لا رومانيا. رومانيا. خمسه؟ اربعه؟ حواري. كان في مسلسل اسمه حواري. ايه؟ ثلاثه؟ اتنين؟ بخارس. برافو، لحقتوا نفسكم. يعني يعني يلا بقى معلش. انا لاعب مصري لعبت في عده انديه المانيه ابرزها بروسيا دورتموند. مين؟ لاعب مصري؟ ايوه. ميدو. احمد حسام ميدو. انت هتقولهم لي كلهم؟ خمسه؟ زيزو. اربعه؟ زيزو. ثلاثه؟ لا معقوله. اتنين؟ محمد مين؟ واحد؟ محمد زيدان. محمد زيدان. ايه؟ ما تصحصحولي، مش ممكن. انا لاعب منتخب الجابون، العب حاليا في نادي تشيلسي الانجليزي. اوباميانج. ايه الثقه دي؟ بيير. لا وعارف وبيقولها بثقه يعني. اوكي ايه الثقه دي؟ عجبتني قوي. طب انا رايي ان احنا لسه ما صحيناش فمحتاجين نصحصح. تعالى يا استاذ. تعالي يا استاذه. يلا ريدي ستادي جو. يلا انزل. يلا يا يوسف بسرعه. فين الكره البيضاء؟ المهم زرع. الكره البيضاء فين يوسف؟ الكره زرقاء مش بيضاء. هناك شويه. هناك مكانك يا لاريا. ايوه هناك. انتوا ليه ما بتشجعوش؟ يلا يا يوسف. يلا لاريا. هناك 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 يا يوسف. لاريا بابا بيقول لك هناك. ما اعرفش هناك فين بس يعني. اختصوا دوروا. اختص يا يوسف. يا بنتي لا برضو. يا لاريا في الحته اللي انتوا نزلتوا فيها. يلا يا يوسف بسرعه بسرعه يا يوسف. ايوه روح. ايوه ايوه. اختص يا يوسف. يلا حد لا شوفها شوفها. اختص يا يوسف. اختص اختص بسرعه. بص كويس. فين الكره الزرقاء؟ لازم اعد بقى كده. ابتدي اعد. يا يوسف يا يوسف. ها اختصوا روحوا عند الاطراف وانزلوا تحت. في كرة زرقاء كبيرة. فين الكرة الزرقاء؟ هو ايه فعلان ده؟ الاقيها لو هتجيبيها. يلا يا يوسف. فين الكرة الزرقاء؟ فرحانة يعني شوش فاكهة. زي ما انت يوسف. يوسف. ايوه يوسف. ايوه يوسف. هبتدي اعد بقى. انا كده هبتدي اعد بقى. اول مرة تبتدي. هبتدي بقى. بسرعة. ايوه هنا. دور. استنى ايه؟ يوسف. 10. يوسف. يوسف. تسعة. يوسف. يوسف. دور ورا. تمانية. أيوة كملي كملي. سبعة. بسرعة. هو على فكرة هما مش شايفين حاجة. بسرعة يا يوسف. ستة. دور يا إيلاريا. دور يا يوسف. يوسف هنا. خمسة. إيه ده؟ أخيرا أخيرا. رحلة سعيدة. رحلة سعيدة. صحصحوا معايا بقى. محتاجين تصحصحوا اللي جاي صح وغلط والكتاكيت. الولاد والبنات بس هم اللي بيردوا. ما عرفتوش عندكم وسائل مساعده. السؤال الاول للولدين الحلوين يوسف وادهم: شرم الشيخ هي مدينه السلام وتعد من اكبر مدن محافظه جنوب سيناء، صح ولا غلط؟ غلط. صح صح. إيه يعني اعمل ايه انا؟ امسح. لا ما ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ صح ولا غلط؟ صح صح. اخر كلام؟ صح صح. اخر كلام؟ صح. مش واثق. انا عايزاك تبقى واثق. اخر كلام. اخر كلام بالظبط. طبعا شرم الشيخ اكيد يعني ده اخر كلام. طيب
برج القاهرة يعد من أهم المعالم المصرية المشهورة ومصمم على شكل زهرة اللوتس المصرية. صح. طبعاً صح. أنشأ البابليون نظام الكتابة الهيروغليفية التي تتكون من حوالي 700 رمز. صح ولا غلط الكلام ده؟ صح غلط. بجد؟ البابليون؟ غلط. حضارة بابل اللي عملوا الكتابة الهيروغليفية؟ غلط. أمال مين؟ غلط. أمال مين؟ لا مش مصدقة، مين اللي عمل الكتابة الهيروغليفية؟ المصريين. المصريين القدماء طبعاً. أنت بتفكر في إيه؟ أنا ما كنتش أعرف. ما كنتش تعرف الكتابة الهيروغليفية إحنا اللي عاملينها. يا نهار أبيض. هارون الرشيد قام بافتتاح أول مكتبة عامة للعلماء والدارسين في بغداد وسماها بيت الحكمة. هارون الرشيد صح ولا غلط؟ غلط. غلط؟ متأكدة؟ تدرسي تاريخ إيه؟ يمني ولا مصري؟ قولي لي احكي لي يا رغد. مصري. مصري صح؟ يبقى صح ولا غلط؟ غلط. مساعدة طيب؟ غلط. لا هي صح طبعاً. هارون الرشيد قام بافتتاح أول مكتبة علماء عامة للعلماء والمدرسين والدارسين في بغداد وسماها بيت الحكمة. أوكي؟ ماشي. القط السماك هو قط بري يصطاد الطعام في النهار وعينه لا تساعده على وجود فريسته. صح ولا غلط؟ غلط. برافو غلط. ماشي. الأبقار تتمتع بأسنان مستوية تتناسب مع أكل العشب. صح ولا غلط؟ صح. إيه يا بابا؟ شفتك يا بابا. والله شفتك يا بابا. صح ولا غلط؟ صح. متأكدة؟ اه. ماشي طبعاً أكيد متأكدة. ماشي خشي تعالوا نخش على اللي بعده. جاهزين تشجعوا؟ يلا يلا ريدي ستيدي جو. تعملين تعرفين ان محدش بيجيبها بسهوله خالص بجد والله انتوا اول اطفال تقولنا وتعرفوا تلعبوها في الرحله دي. 2-1 رحله سعيده. طيب الاختيارات والاختيارات دي برضو الولاد والبنات بس اللي بيجاوبوا عندكم وسائل مساعده. اوكي يلا. يشتهر سكانها بانشاد السيره الهلاليه وفن التحضير. صعيد مصر ولا مدن القناه ولا مدن الدلتا؟ مدن الدلتا. هي اللي بتحطب؟ ثواني ثواني فكر يا يوسف. يوسف فكر الأول. يشتهر سكانها بإنشاد السيرة الهلالية وبيحطبوا وفن التحطيب. صعيد مصر، مدن القناة، مدن الدلتا. مين يا أدهم؟ مين اللي بيشتهر بفن التحطيب؟ في وسيلة مساعدة. 5 عايزين إيه؟ 4 في وسائل مساعدة عايزين؟ الصعيد. ايه الصعيد؟ هو انت بتقولي له ايه؟ الصعيد مصر. بتقولي له قول الصعيد. لا لا, لا, لا والله بقوله جاوب يا ادهم. ايوه جاوب يا ادهم. قول الصعيد المصري. يا سلام جبتها لوحدك دي. شفت بقى لهالكش ادهم يعني. والله ما لهالها. لا ما لهاش. صح قالها في ودنك ورا. لا والله صعيد مصر. صح برافو. يلا هنا نسال السؤال الثاني. تقع بانوراما حرب اكتوبر في محافظه الاسكندريه ولا القاهره ولا الاقصر؟ سهله قوي. في القاهره. ماما احنا سامعينك. ماما احنا عندنا وسائل مساعده. انت تطلبي مني وسيله مساعده. انا سامعاكي والبيوت كلها سامعاكي عشان انت لابسه مايك. فاهمه؟ فاهمه حاجه؟ فالبوينت اتنقصت من عندكم على مبدئي. اسفه ماما. ما احنا عندنا وسائل مساعده. تطلبوها اديها لكم. ماشي. اشترت ياسمين كيسا من السكر وزنه 80 جرام ثم استخدمت 34 جرام. كم جرام من السكر متبقي؟ 46 ولا 45 ولا 55؟ 45. انتوا فكرتوا؟ 45. انتوا حسبتوا؟ احسبها الاول. سكر وزنه 80 جرام. هي استخدمت 34 يعني 80 ناقص 34. 46. 46 طبعا يا ادهم. يا
لعيبه هو حسبها بس مش اكتر. فكر، خد ثانيتين وفكر. انت استعجلت. اوكي، هنا بقى نركز البنات بس عشان انت مدرسه ماث اصلا، ما ينفعش تعديهم اصلا. لدى كريم علبه من البسكويت وزنها 60 جرام، اكل منها 17 جرام، كم جرام تبقى من العلبه؟ 43 ولا 42 ولا 41؟ خد يعني اصلا هي هو كام اصلا؟ 60؟ 60 جرام، اكل 17 جرام، تبقى 43 ولا 42 ولا 41؟ يعني 60 ناقص 17، 60 ماينس 17. قول يا رغد يلا. 43 6 47 42. يا بنتي هم 3 ولا 2 ولا 41؟ دي الاختيارات. يلا 60 ماينس 17 ايكوالز. طب عايزين مساعدة من ماما. طب طبعا. ممكن قول يا رغد. قول يا ماما. 43. مدرسة ماث البنت مش عارفة تحسب. هما الاثنين. هما الاثنين. طب ما نركز. بنتي وجارتي. طيب ماشي. شرفتوني. قالت هجيب ماما، ما أكيد هتجيبي ماما. ماشي. من الأدوات التي يستخدمها الأطباء: المفكات، جهاز قياس ضغط الدم، الوصلات الكهربائية. قياس ضغط الدم. طبعا الحمد لله. شكرا. أنا كنت عارفها. أنا عارفة إنك عارفها، أنت شاطر. ماشي. يقومون بصناعة الأثاث والمصنوعات الخشبية: البناؤون، النجارون، الخياطون. النجارون. طبعا النجارون. وبكده يبقى وصلنا لنهاية فقرة الأسئلة، بلاش إحراج أكتر من كده. يلا بينا نروح نشوف الإحراج اللي على حق، هنشوف الأسرتين هيعملوا إيه في التوازن. وصلنا بقى للتوازن، وتعالوا نشوف الاسرتين اللي معانا هيعملوا ايه في التوازن. يلا يا لولو، انت اول واحده قاعده. يلا. رحله سعيده، رحله سعيده. جاهزين؟ جاهزين. يلا يا لولو. الله يا لولو، معلش. يلا خدي واحده تانية. خدي واحد تاني. خدي واحد وعادي جدا. لولا على مهلك. ماشي. بيكون. يلا يلا يا لولو. الله لا لولو، ركزي يا لولو، ركزي يا لولو. كرة هتقع ولا لولو هتقع؟ برافو يا لولو. لا 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 لا. يا نهار ابيض، اول واحده كده تقع كده، ينفع كده يا إيلانيا؟ عالي يا رفض. شجع رغد بقى ولا ايه؟ رغد هتقع يا رغد. النبي رغد شكلها مركزه. وايه والنبي، برافو برافو يا رغد، شاطره والله، شاطره يا لولو. ارجعي ارجعي. لا ما احنا هنرجع تاني. ترجع تاني. والله برافو يا رغد. يلا يا رغد. الله يا رغد. الله يا رغد. هتوقع هتوقع الكوره، هتقع هي، ولا كوره ولا هي ولا حاجه خالص. مش ممكن يا جماعه، شاطره قوي. برافو، لحقت نفسها على اخر لحظه. يلا يا ماما تعالي. رحله سعيده، رحله سعيده. جاهزين؟ شجع ماما. يلا يا ماما. ماما ماما. ايه بقى ده؟ بقى ده. يلا ماما ماما ماما. يلا يا ماما. ماما ماما. برافو برافو. لا لا ماما، سيبك من الكوره، سيبك من الكوره، سيبك. لا 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 لا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ده ايه الاسره الحلوه دي؟ شاطره يا ماما. يلا يا بابا. لا انا ممكن انسحب من القهوه دي. لا مش هتنسحب. يلا يلا، انت هتقع زي يوم. يلا. الله يا سعد. ايوه يلا يا بابا، معلقتك، كورتك بالظبط. شكرا. ممتاز. ماشي شكرا. هيا بنا اللي فيها. يلا يا بابا روحي فيها، شجعي بابا هنا. الله لا 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 لا. يلا يلا يا بابا. الله لا لا لا.
بابا. برافو برافو والله برافو. يلا واثق قوي من نفسه استاذ عماد. يلا يا استاذ عماد. يا سلام الرجل الغامض في سلام. يا سلام يا سلام. وبنستعرض كمان. برافو بابا والله شاطر جدا 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 جدا. شكرا بابا. يلا يا يوسف. رحلة سعيدة رحلة سعيدة. وقفها كده وريني سنانك تاني. في فوق مفيش تحت. سيب المعلقة. لا في فرصة تاني. لا مفيش فرصة تاني. سيب المعلقة تحت. عدي بس. سيب المعلقة ليه؟ ولا همشي؟ لا عادي عادي. هتجرب؟ هجرب. لا يا يوسف يوسف. سيب المعلقة أحسن. سيب المعلقة. والله شاطر. والنبي أهو نال شرف التجربة. طب أنا عشان حلاوتك دي مش هاجي جنبك. معلش. أهي وقعت. كمل 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 يا يوسف. سيب بقى المعلقة من بقك وكمل. وكمل. كمل. برافو. أنا بقى هنا أرخم عليك عادي. عادي برافو. يلا ارجع بقى تاني. ارجع تاني. يلا يوسف يلا يوسف يلا يوسف. لا 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 والنبي شاطر ويجع مني. ماشي يلا يا ادهم. يلا رحلة سعيدة رحلة سعيدة. يا ادهم. ايوه يا ادهم. ايه ده ايه ده؟ تعالى يا ادهم. هتقع ولا ايه؟ ادهم هتقع ولا ايه؟ ادهم هتقع ولا ايه يا دودو؟ والله برافو. والنبي شاطر شاطر ومتوازن يا تي. برافو برافو. يلا لف وارجع تاني. تعالى في حضن. الكره هتقع. كمل يا ادهم. لا خلاص للاسف. ارجع يا دودو. تعالى يا ماما. يلا سهلة جدا يا ماما. دي التوازن ده لعبتنا. دي لعبتنا. يلا وريني بقى. يلا صدي بقى الكرات. صدي ايه يا ابو ها؟ والله شاطرة جدا. ايه 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 ناوي على ايه؟ قولي لي كده ناوي ايه. والله برافو والله. طب ما انت شاطرة اهو حلوة اهو. يلا ارجعي. ايه ده وانتوا ليه ما بتشجعوهاش؟ ما الله عليك. يلا شطورة. يلا يلا ماما. يلا اهو ماما ماما اهو ماما ماما. طب والله شاطره قوي شاطره قوي. ماما ماما والله. ايه ده ماما هتبقى عايش بقى. الله برافو برافو يا ماما. ده انت ايه ده شاطره قوي قوي. يلا يا بابا. رحلة سعيدة رحلة سعيدة. يلا يا بابا. يلا انا هطلع بره. انا مش مطمنه لبابا. يلا يا بابا. يلا يا بابا. ايه ده بقى بابا عازل. بابا وقعت الكوره. ارجع يا بابا. ارجع يا هتقع ولا ايه؟ ارجع يا بابا. ماشي ماشي الحمد لله على كل شيء. بابا خسر للاسف ان هو وقع الكوره. بس احنا لسه مكملين ولسه عندنا تحدياتنا وعندنا العابنا. تعالوا بقى نشوف هنروح نعمل ايه عند الفي ار. وصلنا للفي ار والاستاذ بقى يوسف قاعد متحمس جدا مش قادر يمسك نفسه عايز يلعب بسرعه. وقال لي انا مش شايفك. قلت له مش مهم تبقى شايفني المهم تبقى شايف اللعبه. دوس بلاي يا يوسف والعب. يلا هنشجع يوسف بقى. يلا اهو. يلا وريني بقى لعبك يا يوسف. وريني حماسك ده هيعمل فينا ايه. الاحمر في الاحمر والازرق في الازرق وبنحاسب. برافو. اي اي كنا نخبط. رايح فين؟ تعالى هنا. رايح فين؟ رايح فين بس؟ معلش بتحصل يا يوسف بتحصل. مين هيلعب من الناحية التانية؟ تعالي يا لاري. يلا رحلة سعيدة رحلة سعيدة اهو. بس يلا يلا يا لولو. برافو يا لولو. حسن حسن. ها الله على الحماس. ماشي. ايوه برافو يا لولو شاطره جدا حماس رهيب. برافو يا لاري. برافو شاطره جدا. بابا بيقول لك ايه الشطاره دي؟ الاحمر بالاحمر والازرق بالازرق. ايوه كده. الله ايوه يا لولو وريهم شطارتك.
ماشي ماشي. اروح بيكي فين؟ ها ها شاطرة يا لولو. يلا والله شاطرة جدا. شكلها هتكسب ولا ايه؟ شكلها هتعملها يا جماعة. شكلها شاطرة. برافو برافو يا لولو. شاطرة إيلاريا شاطرة إيلاريا. شكلها هتعملها. شكلها هتكسب. برافو يا ليلي. كملي يا إيلاريا كملي كملي كملي. برافو برافو إيلاريا. إيلاريا شاطرة جدا 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 وعرفت إنها تكسب في الـ VR. لسه عندنا لعب تانية هنشوف إيلاريا وبقية الأولاد هيعملوا فيها إيه. بس تعالوا نسمع حدوتة حلوة ونرجع نكمل لعبنا على طول. شاطرة اهلا بيكم يا اصحابي في رحله جديده من رحلتنا السعيده. رحلتنا النهارده هنحكي فيها حكايه جديده هنتعرف فيها على تامر وعلى بطل التاني بتاع القصه مع تامر وهو الفار. ايه حكايه تامر مع الفار؟ بتبدا حكايتنا يا اصحابي وتامر في السينما بيتفرج على فيلم. كل اسبوع تامر بيروح مع بابا ومامته السينما يتفرج على فيلم. الفيلم المرة دي كان بطله ولد جميل شاطر، وكان الولد ده عايش معاه في البيت فار بيساعده وبيعملوا مغامرات وبيعملوا ألعاب حلوة قوي، ودايماً الفار بيساعد صاحبه في الفيلم. تامر بيتفرج على الفيلم قال لبابا: يا بابا أنا عايز يبقى عندي فار زي الولد اللي في الفيلم ده. بابا هيوافق؟ لا لا. بابا قال له: فار يا تامر إزاي؟ أنت معقول هتعيش مع فار في البيت؟ هتخاف. تامر يقول له: لا يا بابا مش هخاف، انت مش شايف الولد بطل الفيلم فرحان ومصاحب الفار؟ بابا يقول له: ده بس في السينما، لكن في الحقيقه مش كده. مين اللي كان قاعد سامع كلام تامر مع بابا؟ تحت كرسي تامر. اكيد الفار. الفار. الفار هو كمان يقول لبابا: يا بابا انا عايز اروح اعيش في بيت مع ولد زي الولد اللي في الفيلم ده. بابا الفار يقول له: لا طبعا مش هينفع. يقول له: ليه؟ كل الأولاد لما بيتفرجوا عليا في السينما بيبقوا مبسوطين مني، وكمان كتير منهم بشوفهم لابسين على اللبس بتاعهم جدي ميكي، يعني بيحبوني. بابا يقول له: بس بيربوا في الحقيقة توم مش جيري. لا يا بابا بيحبوني. بابا يقول له: بيحبوك بس في السينما، لكن في الحقيقة لا لا ده بيضربوك. تفتكروا بقى تامر هيسمع كلام بابا؟ والفار هو كمان هيسمع كلام بابا؟ الفار قال: أنا وتامر بنفكر زي بعض، أنا وتامر عندنا نفس الأمنية إن إحنا نعيش مع بعض، بس أنا عندي فكرة ولازم هنفذها. يا ترى إيه الفكرة بقى اللي هتعملها يا فار؟ إيه الفكرة اللي هيعملها الفار؟ هيروح يعيش مع تامر. يعيش في أوضته مثلا معاه. هيروح يعيش مع تامر، صحابي قالوا كده. فعلاً يا أصحابي، تامر استنى لما الفيلم خلص وخد شنطته وراح البيت مع بابا ومامته. وصل البيت دخل اوضته حط الشنطه على الارض، لقى مين اللي طلع منها؟ الفار. الفار بيقول له: ايه رايك يا تامر؟ ايه المفاجاه اللي انا عملتها لك؟ مش انت كان نفسك يعيش معاك في البيت فار؟ انا كمان كان نفسي اعيش مع ولد في البيت، واديني حققت لك وحققت لنفسي كمان الامنيه. تامر بقى هيعمل ايه؟ هيخاف ولا هيتبسط؟ هيتبسط. يا ماما يا بابا فار فار. ماما وبابا جم بسرعة: فين الفار ده يا تامر؟ الفار أول ما سمع تامر بيصرخ بسرعة بسرعة جري تحت سرير تامر. لقى إيه بقى استخبى فيه؟ لقى فردة كوتشي واحدة تحت السرير. فين بقى الفردة التانية؟ ما نعرفش. الفار هو كمان قال: الله ده تامر خاف مني، تامر ما اتبسطش. الله تامر مش زي الولد اللي كان في الفيلم، الولد اللي كان في الفيلم كان بيحب الفار اللي كان معاه، لكن تامر اهو خاف مني. بابا وماما قعدوا يدوروا على الفار في كل حته، وشباك اوضه تامر كان مفتوح. قالوا له: يبقى الفار خرج من الشباك، او يمكن يا تامر انت بيتهيأ لك لانك طول الفيلم كنت مركز مع الفار ومبسوط من الفار ونفسك يبقى عندك في البيت فار. تامر نام وقال: فعلا يمكن انا الفار اللي شفته جري بسرعة وخرج من الشباك.
نام تامر من هنا والفار طلع منين؟ من الشباك. من تحت السرير. وأعدم. يتفرج على الأوضة. إيه ده إيه ده إيه ده؟ أوضة تامر مالها عاملة كده؟ منكوشة والمكتب عليه ورق الحلويات وفوق الكراريس والأقلام والكتب واللعب في كل حتة والكوتشي فردة في حتة وفردة تحت السرير وكمان الهدوم فوق بعضها. الأوض اللي بشوفها في السينما للأطفال أوض مرتبة. مين فيكم بقى أوضته مرتبة؟ أنا. مين بيرتب أوضته؟ أنا. طيب خلاص، يعني الفار لو جه عندكم هيتبسط ولا هيزعل؟ هيتبسط. ولا ما يجيش خالص؟ لا يجيش خالص. الفار فضل يفكر ويقول طب أنا أعمل إيه؟ أستنى ولا أروح؟ فكر شوية وقال لا أنا هستنى بس من غير ما تامر يعرف إن أنا موجود معاه في البيت. صحي تامر الصبح من النوم وبدأ يستعد عشان يروح المدرسة. الفار لقى شنطة تامر مش مرتبة وفي كده في الشنطة في جيب واضح إن تامر مش بيفتحه خالص. بسرعة بسرعة الفار دخل جوه شنطة المدرسة بقى بتاعت مين؟ تامر. راحت تامر. خد تامر شنطته وراح المدرسة. قعد أول حصة تاني حصة بعد كده جت إيه؟ الفسحة البريك. نزل تامر بسرعة وأول حاجة عملها خد المصروف وراح يشتري حلويات. الفار زعل، ماما عاملة سندوتشات حلوة قوي يا تامر، ليه ما كلتهاش؟ روح تامر البيت زي كل يوم ماما سألته كلت السندوتشات يا تامر؟ تامر قال لها لا يا ماما بكرة هاكلها. إحنا بناكل السندوتشات؟ بناكل. ولا بنسيبها ونجيب حلويات؟ لا بناكلها. ناكلها وممكن ناكل شوية حلويات صغيرة أو ناكل فاكهة أو ناكل خضار أو ناكل الحاجات المهمة لصحتنا. لكن تامر كل يوم مش بياكل سندوتشات ويجيب حلويات. الفار خلى تامر نام وعمل إيه تفتكروا في جيب الشنطة؟ شال منها إيه؟ حلويات. إيه اللي بيبقى في جيب الشنطة تامر بيشتري بيه الحلويات؟ المصروف. المصروف. الفار دخل جوه الشنطة وطلع المصروف حطه في الحصالة اللي على مكتب مين؟ تامر. راح تامر المدرسة وجا البريك وهو جعان يدور على المصروف مش لاقي المصروف. أعمل إيه؟ خلاص زي بعضه المرة دي هجرب وآكل السندوتشات. الله دي طعمها جميل قوي، دي ماما كانت بتعمل سندوتشات حلوة بس أنا عمري ما فكرت أكلها. يا تامر أول مرة تاكل السندوتشات واكتشفت إن ماما كل يوم كانت بتعمل لك كل الحاجات اللي بتحبها وتديها لك معاك في المدرسة بس أنت عمرك ما أكلتها. لا. تامر روح البيت، ماما بقى هتعمل إيه؟ هتسأل. هتبقى مبسوطة ولا مش مبسوطة؟ مبسوطة. عشان إيه مبسوطة؟ عشان تامر أكل السندوتشات. إيه ده يا تامر؟ أنا مبسوطة منك خالص، أنت أول مرة تاكل السندوتشات بتاعتك عشان كده أنا هجيب لك حاجة حلوة. يا سلام، ماما كانت مبسوطة وتامر هو كمان كان مبسوط. مين كمان اللي كان مبسوط؟ الفار. الفار كمان كان مبسوط لأنه شاف إن تامر اتصرف صح. صحيح هو ما اتصرفش من نفسه يعني بس أكل السندوتشات وبعد كده كل يوم أكيد هياكلها لأنها عجبته وحس إن ماما عاملاها لأنها كل الحاجات اللي في السندوتشات هو بيحبها. مر يوم واتنين والفار كل يوم يرتب شوية أوضة تامر وتامر نايم، شوية يرتب الأوضة يلاقي الفلوس وقع في الأرض يحطها فين على مكتب تامر؟ حصالة. في الحصالة. قرب يوم الامتحان، بابا تامر قال له يا تامر أنا عارف إنك بتحب تلعب على البلاي ستيشن بس نص ساعة بس وتذاكر. تامر قعد يلعب، النص ساعة عدت بقت ساعة وهو عمال يلعب والفار ورا باب الأوضة مستخبي بيتفرج ويقول يا تامر أنت شاطر أنت ذكي يلا بقى سيب البلاي ستيشن وقوم ذاكر الامتحان قرب يا تامر. تامر ساب البلاي ستيشن قام ذاكر؟ لا. شوية وتامر حس إنه عطشان راح المطبخ يشرب. عمل إيه الفار بقى؟ قطع سلك البلاي ستيشن. صح، قطع سلك البلاي ستيشن. جه تامر يلعب البلاي ستيشن اشتغل؟ لا ما اشتغلش. تامر خاف يقول لباباه لأن باباه هيقول له هو أنت كنت طول الوقت ده يا تامر قاعد بتلعب يعني أنت ما سمعتش كلامي. سكت تامر وقال خلاص هنام بقى. وأول مرة تامر ينام بدري ويقوم بدري نشيط لأنه نام بدري. راح المدرسة وهو نشيط
و بسم ازاي ومبسوط ان هو كده ايه بيجاوب صح في الامتحان لانه نام بدري وصحي نشيط ومش زي كل يوم قايم تعبان وزهقان ومش عايز يتحرك من السرير. طبعا لما تامر حل كويس في الامتحان جاب نمره حلوه، مين اللي هيتبسط منه؟ بابا وماما ومين؟ الفار. والفار كمان. يعني كل شويه الفار بيعمل حاجه يساعد بيها تامر. تامر كان عارف؟ لا. كان واخد باله ان الفار في البيت؟ لا. حتى ماما لما كانت بتخش اوضه تامر وتلاقيها مترتبه كانت بتفتكر مين اللي رتبها؟ تامر. وتامر لما كان يرجع من المدرسه ويلاقي الاوضه مترتبه ونظيفه وكل حاجه فيها في مكانها مظبوطه يفتكر مين اللي عملتها؟ ماما. بس في الحقيقه مين اللي كان بيعمل؟ الفار. الفار كان بيحب تامر وعايز ماما دايما تبقى مبسوطه من تامر وبيعمل كل حاجه صح يخلي ماما دايما مبسوطه وفخوره بيه. جه يوم كلنا بنستناه، يوم بنقول لشخصية بنحبها جدا وحد بنحبه قوي 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 كل سنة وهي طيبة، لأن هي دايما معانا ودايما بتعمل لنا كل حاجة حلوة، وأكتر حد بيحبنا وبيخاف علينا في الدنيا هو مين؟ ماما. جه يوم عيد الأم، كل سنة في عيد الأم تامر كان يبص في الحصالة يلاقيها فاضية يقول الله أنا كان معايا فلوس كتير راحت فين؟ تفتكروا بقى الفلوس دي كانت بتروح فين؟ الفرقة كتير وحلويات جنب كانت بتروح شوية في الحلويات وشوية تانية كانت موجودة فين؟ في الحصالة وشوية واقعة في أرض الأوضة. مين اللي لم الفلوس كلها وحطها في الحصالة؟ الفار. الله ده أنا معايا فلوس في الحصالة. تامر قال أنا أول مرة ألاقي فلوس في الحصالة كتير. كان فرحان جدا، خد الفلوس وراح اشترى لماما كارت جميل ووردة حلوة كتب لها كلمة جميلة وقدمها لماما. يا سلام، ماما كانت فرحانة جدا السنة دي بتامر. ايه تامر المفاجأة الحلوة دي، وكتب لي كمان كلمة حلوة في الكارت وجيب لي الورد اللي أنا بحبه. طبعا انت ماما ولازم احتفل بيكي في اليوم ده، ولازم كلنا في يوم عيد الأم نقول لماما كل سنة وانت طيبة يا ماما، ونجيب لها هدية. مش مهم الهدية تبقى غالية، المهم ان تكون حاجة بتعبر عن حبنا ليها. يوم ورا يوم وتامر كل شوية بيعمل حاجات حلوة تتبسط ماما منه، يتبسط بابا منه، ويبقى شاطر في المدرسة. وفي يوم من الأيام أما تامر خلاص أخد الأجازة سكت الفار وقال أنا لازم خلاص أرجع لبابا والماما وأرجع للسينما اللي أنا اتولدت وعشت فيها. صحيح تامر ما يعرفش إن أنا كنت معاه طول الرحلة دي، هو اتبسط إنه بقى أحسن، وأنا اتبسطت إن أنا خليت تامر بشوية حاجات صغيرة بقى أحسن. بس كمان أنا اتعلمت حاجة مهمة جدا جدا جدا، إن مش كل حاجة هشوفها على الشاشة هصدقها، إن الأفلام اللي بنشوفها حاجة والحقيقة حاجة تانية. ممكن أشوف حاجات وأبقى مبسوط بيها وأبقى نفسي إن أنا أعمل زي البطل ده، بس في الحقيقة كل ده تمثيل، كل ده مش حقيقي. فدايما ما نقولش احنا عايزين نبقى زي البطل ده، عايزين نبقى عندنا اللعبه دي، عايزين نعمل زي اللي احنا شفناه ده، لان الحقيقه حاجه واللي بنشوفه على الشاشه حاجه تانيه. اصحابي دي كانت النهارده حكايتنا مع الفار ومع تامر. يا ترى بقى ايه اللي عجبنا النهارده في قصتنا؟ ان الفار بيساعد تامر وان تامر افتكر مامته وجاب لها هديه في عيد الام. حلو قوي. وكمان تامر ما جابش حاجات كتيرة عشان توجع الاثنين، وجاب حاجات مفيدة. صحابي قالوا الحقيقة حاجات كلها مهمة وكلها مفيدة، وأتمنى إن كل أصحابي يكونوا بيعملوا كل الحاجات اللي تامر بدأ يعملها، ودايما يبقوا مبسوطين إن هم بيخلوا بابا وماما مبسوطين منهم وفرحانين، وكمان كل الناس اللي بتحبهم يشوفوهم دايما بيتصرفوا تصرفات جميلة. وأتمنى إن دايما مش كل حاجة نشوفها على الشاشة نصدقها. أفلام كتير بنتفرج عليها، لعب كتير بنشوفها، بس مش كل اللي بنشوفه على الشاشة حقيقي ونتمنى إن إحنا نعمله ونقلده. أصحابي دي كانت قصتنا النهاردة فار في بيت تامر، وأشوفكوا في رحلة جديدة سعيدة وقصة جديدة وحكاية جديدة من حكايات ماما سماحة. جينا للعب الترابيزه وهنشوف الاستاذ ادهم ولا الاستاذه ايلاريا اللي هيعرفوا يدخلوا الكوبايه ويطلعوها من الناحيه الثانيه اسرع. جاهزين؟ جاهزين. هقول ريدي تبتدوا تنفخوا. يلا ريدي
انفخوا بلالي. ستادي اند جو. الاريا ايه؟ الاريا ايه؟ تعالي يلا. برافو. ماشي حلو قوي. الاريا دخلت. يلا يا ادهم. ايوه كده. انفخ يا ابني. برافو يا الاريا دخلت في البلوك الثالثه. الاريا برافو. الله. تعالي من هنا، تعالي من هنا. ماشي تعالي من هنا. انت لسه بتحاول تدخلها في الثانيه وهي قربت تطلعها. اردونا اردونا. الله يا بنتي. تعالي من هنا، تعالى من هنا. خلاص الاريا طلعتها، الاريا طلعتها وانت لسه بتنفخ يا ادهم. كده اللعبه الاولى لصالح الفريق الاصفر. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني على نفس الترابيزه. جينا للعبة التانية على الترابيزة وكل واحد جاهز مع سلاحه وهنشوف مين هينشن على أكبر عدد كوبايات ممكن. جاهزين؟ يلا بينا. ريدي ستادي اند جو. اضرب يا ابني اضرب. برافو. اوه يا يوسف. الله كوبايتين يا رغد. كوبايتين ثلاثة أربعة. برافو يا يوسف. برافو يا ابني. الله يا رغد. الله يا بنتي. ارجعي ورا يا رغد، ارجعي ورا، ارجعي ورا. ايوه بقى. لا انتوا بتوروني اللي ما شفتوش. خلصتي كورك؟ ها فاضل لك كده ايه؟ ما فيش. ما لا فاضل لك اهو. خد الاثنين دول مع بعض. انت عمرتي. تعالي يا بنتي خلاص. خلصت؟ لسه. فاضل خد نشر على الاثنين اللي مع بعض. يلا. ها اضرب. ولا جت. معلش. كده الفريق الاصفر بيكسب تاني على لعبه الترابيزه لان هم نشنوا اكبر عدد كوبايات. طبعا ما فاضلش عندها غير كوبايه واحده وانت عندك ثلاثه بس. جريت جوب يا ولد. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني على نفس الترابيزه. تالت لعبه ترابيزه. هنشوف بقى مين اللي هيعرف يوقف الازازه وبيعرف يعمل ووتر فليب كويس. اللي هيوقف الازازه الكوره هتروح عنده. هنشوف الكوره هتروح عند مين. جاهزين؟ جاهزين. يلا واحد واحد. ادهم على طول. الله يا ادهم. يلا يا رغد. ما فيش رغد. ادهم. ما فيش ادهم. ما فيش رغد. ها رغد. رغد ارفعيها سنه. ماشي ارفعيها اكتر. ماشي. الله يا بنتي. برافو يا ادهم. لا لمستيها. يلا يا ادهم. ها الله يا رغد. ها رغد. ادهم. رغد. ادهم. رغد. برافو. برافو يا ابني. فاضل لك زلطه وتطلع بره. الله يا ادهم. الله اخيرا الفريق الاحمر بيفوز ويضرب. برافو يا دودو. برافو يا رغد. تعالوا نشوف بقى اخر لعبه مين هيكسب فيها. يا ترى الفريق الاحمر ولا الفريق الاصفر؟ تيجوا نشوف. اخر لعبه ترابيزه معانا. هنشوف بقى مين من الفريقين اللي هيعرف يكون اسرع البازل بتاعتنا. كل واحد متشمل عنده نفس العدد بالظبط من القطع تقريبا 14 قطعه. هقول ريدي ستادي اند جو. عندكم كل واحد الرسمه قدامه اهي تقدروا تساعدوا بعض بيها. هل الفريق الاحمر ولا؟ برافو يا ابني. ادهم ويوسف. ايوه هنا. لا. والاريا ورغد. تيم ورك تيم ورك. يلا برافو. صح. برافو. بصوا على الصوره عشان تساعدكم. انا عليها. برافو يا ابني. يا ترى ادهم ويوسف ولا الاريا ورغد هيكسبوا؟ برافو يا رغد. برافو يا الاريا. برافو يا يوسف. لقيتها الحمد لله. الحمد لله. برافو يا ادهم. خلصنا بجد؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض.
الفريق الاصفر يضرب من جديد. شطاره حلاوه طعامه لذيذه. بكده يبقى 3-1 لصالح الفريق الاصفر. وبكده برضو يبقى خلصنا العابنا النهارده والجزء الاول من العابنا. انتوا انبسطتوا النهارده؟ اه. تيجوا نكمل بكره؟ ماشي. ماشي ما تروحوش في اي حته بكره، وهنكمل الجزء الثاني بكره. بس دلوقتي قولوا لهم باي. باي.